للحديث عن تطورات ثورة تشرين في ظل الأحداث الأخيرة معنا من باريس السياسي والعراقي الأستاذ أمير المفرجي، ومن بغداد الناشط في التظاهرات السيد علي عزيز. مرحبا بضيوفنا الكرام. أبدأ معك أستاذ أمير المفرجي من بغداد من باريس عفوا. متظاهرو ثورة تشرين يؤكدون ضرورة استقلال القرار الوطني وعدم جر العراق لتصفية الحسابات. من وجهة نظركم أستاذ أمير، كيف أسهمت ثورة تشرين بصناعة أو إعادة الروح للوطنية العراقية؟ أهلا بك. لا شك ما يحدث في العراق الآن في الوقت الحاضر هو تداعيات لانتفاضة تشرين المجيدة التي يعني جعلت راية العراق فوق الكل، وهي راية الهوية الوطنية العراقية. الانتفاضة تشرين هي كانت يعني شيء يعني طبيعي في بلاد تم احتلالها من العراق قبل الولايات المتحده الامريكيه. لهذا من هذا الباب انتفاضه تشرين هي بدايه لهذا التغير القادم الذي نريده نحن كعراقيين وكوطنيين. الانتفاضه الشبابيه التي قام بها الشباب الذين هم مستقبل العراق ويجب الاعتماد عليهم، لأن بدون هذه النخبة الشبابية لن يكون هناك مستقبل للعراقيين. ستبقى معنا أستاذ أمير المفرجي. ننتقل إلى بغداد وضيفنا عبر الهاتف من هناك الناشط علي عزيز، أهلا بكم. ولو تطلعنا على آخر التطورات في بغداد وزخم التظاهرات في ظل المستجدات الأخيرة. نعم، المظاهرات اليوم كانت بالمظاهرات قطاعات السياس صباح هذا اليوم الساعة 9 كانت مظاهرات بيضاء أرفدتنا الجماهير الطلابية بآلاف المتظاهرين من الطلبة الواعين العراقيين الذين هم مستمرين بتنفيذ الأضراب والعصيان المدني الأضراب عن الدوام والتحق بنا بركب المتظاهرين أخوانهم في ساحة التحرير. أما الأجواء حاليا في ساحة التحرير طبعا وجهنا عدة كلمات من ساحة التحرير إلى مجلس النواب العراقي الذي لا يمثلنا نهائيا نتيجة تراكم وتسارع وتلاهم أعضاء البرلمان لعقد هذه الجلسة الطارئة استجابة لدعوة الميليشيات السلطة الحاكمة على أثر مقتل المهندس سليماني. فالأجواء حاليا نحن أجواء تنفيذ في هذه الجلسة الطارئة التي عقدت عصر ظهر هذا اليوم وامتدت إلى عصر اليوم. نعم. بالعودة إليك أستاذ أمير المفرجي، يعني البرلمان قرر يعني إنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة في ظل التصعيد الأمريكي مع إيران واغتيال قاسم سليماني؟ شيء طبيعي أن البرلمان العراقي الحاضر لا يمثل رأي الشعب العراقي ولا يمثل أي شيء من العراقيين، لأنه البرلمان يعني قد جاءت به أحزاب إيران، وأن كل الموجودين وأغلبهم من أصحاب الميليشيات الذين تم نقلهم من الميليشيات إلى البرلمان ما يسمى بالبرلمان العراقي. فإذا رأي هذا البرلمان ورأي ما يدعى برئيس الوزراء المستقيل هو رأي يعني لا يساوي أي شيء، لأنها حكومة مستقيلة وبرلمان غير منتخب، ولكن هو برلمان جاء به قاسم سليماني إلى العراق، وإن شاء الله بغياب قاسم سليماني ستتبدل الأحوال وسيعود العراق في برلمان وطني أمله هو الشباب المنتفض. إذن البرلمان العراقي الذي شاهدناه اليوم هو مجموعة من رؤساء الميليشيات والعصابات التي جاءت بها إيران إلى العراق. رأينا من داخل مجلس النواب هناك من النواب من يرفع صور قاسم سليماني، كيف ذلك والحديث يكون عن السيادة طالما تتحدث الحكومة عن السيادة؟ كيف أين هي السيادة من كل هذه التصرفات والسلوكيات داخل البرلمان؟ أستاذ أمير، نعم. في هذا الموضوع هو أن هؤلاء الذين جاءت بهم أمريكا ووضعتهم في سدة الحكم
هم الذين يحاولون أن يقولوا بأنهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني نحن كلنا ضد الوجود الأمريكي في العراق، ومن حاربه في الأيام الأولى كان الشعب العراقي وليس هؤلاء، لأنهم جاءوا بالدبابة الأمريكية. ولكن ما يقولونه في الوقت الحاضر يعني شيء لا يستطيع أن يصدقه العقل، لأن في الحقيقة يعني هم مستفيدون من هذا الوضع، ولأن الوضع قد بدل، وأن يعني تطور في العلاقات الأمريكية الإيرانية قد أصبح في موقع يعني لا يسمح لهم بالبقاء في السلطة، أخذوا يتذمرون ويقولون بأنهم ضد الوجود الأمريكي في العراق. كل الشعب العراقي هو ضد هذا الوجود الأمريكي، ولكن قبل كل شيء هو ضد من جاءت به أمريكا إلى العراق، وخصوصا هذه الأحزاب التي يعني جاءت بالفساد وجاءت بالطائفية وقتلت العراقيين. وما لاحظناه في انتفاضة تشرين وانتفاضة الشباب خير دليل على ما عملت به هذه الأحزاب الطائفية التي يعني تتستر بمواقع في البرلمان العراقي، والتي هي يعني قبل كل شيء يعني أحزاب وأذرع طائفية إيرانية، ويعني جاءت للاستحواذ على العراق وعلى ثروات العراق. ستبقى معنا أستاذ أمير. نعود إلى بغداد وضيفنا من هناك عبر الهاتف ناشط علي عزيز. علي، كيف تفسر الاقتحامات الأخيرة لساحة الاعتصام في الناصرية والبصرة؟ طبعا هذا رد فعل متوقع من ميليشيات الأحزاب الحاكمة، وهذا الشيء ليس بالجديد عليهم. طبعا هذا الشيء مكرر عدة مرات، كرروا بساحة التحرير، كرروا بكربلاء، كرروا بالنجف الأشرف، كرروا بالناصرية وبالبصرة. يعني بالبصرة اليوم تم حرق الخيم، والأشخاص الذين حرقوا الخيم يرفعون أعلام حزب الله الراشد، يعني يرفعوها للعلن. وهذا الشيء يعني اليوم أصبح المواطن العراقي يفرق أمام صار ما يسمون أنفسهم بالسلطة، سواء تنفيذية أو تشريعية، لكن لا حتى يعني الناس ما تقتل ولا تستحي، ولا كأنما عندها قلب يحترق على هذا الشعب بتات، هم كأنما يباركون هذه العمليات. نعم. بالعودة إليك يا أستاذ أمير المفرجي، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى ترى أن الحكومة قد فشلت في الموازنة ما بين الولايات المتحدة وإيران من خلال إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2008 حينها كان القيادي في حزب الدعوة نوري المالكي؟ من الطبيعي أن يعني عندما نتكلم عن هذه الاتفاقية وعن ما عمل اليوم في ما يسمى في برلمان الحلبوسي، هو ليس سوى يعني حبر على ورق لا يعمل به فعليا، سواء كان في الوضع الداخلي أو في الوضع الدولي، لأن الاتفاقية وكما ذكرها المختصون بهذا الشأن يجب أن تكون على شكل قانون وليس على شكل يعني تصويت على ورقة من قبل هذه الأحزاب. وكما أن الأسرة الدولية والمجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة لا تستطيع أن تقبل هذه يعني هذا العمل الذي جرى به اليوم، لأن الاتفاقية تشمل على اتفاقيات كثيرة وكبيرة يعني لها صلة بمستقبل العراق وبميزانية العراق وبدخول العراق في الفصل السابع أو السادس. إذا ما يعمل الآن هو نوع من يعني الهروب إلى الأمام. هذه الأحزاب قد فقدت يعني يعني مصداقيتها أمام الشعب، والآن تفقد أعصابها بعمل شيء يعني ليس له أي صلة بالواقع العراقي. الواقع العراقي يتطلب في أن يتخلص العراق من الاحتلالين الأمريكي والإيراني عن طريق نخبة وطنية قامت شباب بإظهارها بفخر واعتزاز. إذا ما يعمل فيه الآن هو ليس سوى زوبعة في فنجان لا تستطيع أن تخرج من باب ما يسمى البرلمان العراقي الذي جاء به ما يسمى رئيس الوزراء عبد المهدي. في هذا السياق بالحديث عن البرلمان العراقي وكل المستجدات الأخيرة التي كانت في العراق، سؤال موجه إليك علي عزيز، ما هي أهم التحديات التي تواجه ثورة تشرين اليوم والشباب المعتصم في ساحات التظاهر؟
عفوا لم أسمع السؤال. كنت أسألك عن أهم التحديات التي تواجه ثورة تشرين في ظل المسجدات الأخيرة، سواء على مستوى البرلمان أو على المستوى الإقليمي بالحرب بالوكالة في العراق. نعم، هذا الشيء أكيد طبعا. موضوع الحرب بالوكالة معروف، هذا الشيء أصبح وضعت جليا للعيان، يعني نتيجة يعني جلسة البرلمان لهذا اليوم. هذا الشيء يعني تجسد بشكل واضح على المستوى العسكري، على المستوى الميليشياوي، وأخيرا على المستوى السياسي، التحزب داخل قبة البرلمان، هذا الشيء انتهينا من عنده. لكن الأهم من كل هذا سيدتي العزيزة، نحن الآن نعيش معركة دامية إلى أبعد الحدود، معركة وجود أصبحنا نعيشها من أجل يعني انبثاق العراق الجديد للمحيط العربي، للعالم الدولي. الآن نحن ننتشل عراقنا الذي ولدنا فيه وتربينا فيه وترعرعنا فيه، ننتشل هذا العراق من هذه الزمرة القاتلة الفاسدة، هذه زمرة الميليشيات والعصابات. وأنتم تشاهدون بأم أعينكم 600 شهيد لم يحرك عواطفهم ومشاعرهم، 22 ألف ذبيح، مئات المغيبين المختطفين من الناشطين، لم يبالوا بكل هذه الأرقام، وسرعان ما سقط شخصا بين قتيل وجريح من قبل ميليشياته، من يعني سواء إذا كان قاسم سليماني أو المرافقين لقاسم سليماني. رأيتم كيف يتراكرون ويتلاهثون بعقد جلسة طارئة للبرلمان يطالبون القوات الأمريكية بالخروج من العراق. طيب من هم الذين جلبهم الامريكان؟ انتم ايها الفاسدين، والان تطالبون بكل وقاحه ان تخرج الامريكان، وهم الذين اتوا بكم. الامريكان هم اولياء نعمتكم، وايران ترضعكم ليلا ونهارا. تخيلي، نحن نريد اليوم، نحن نعيش هذه المعركه من اجل ان ننتشر العراق من هذه الشرذمه وهذه الزمره الفاسده. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط في تظاهرات علي عزيز، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، وشكر موصول كذلك لضيفنا عبر سكايب من باريس المحلل السياسي أمير المفرجي.